بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والتهم، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواج وذريته وأمته وأفضل أمم. أهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المجردة، مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبكتابه العزيز القرآن الكريم وبأسماء الحسنى العظيمة. إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وكومنت ولايك وشير ليصلك كل فائدة مجربة. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. فإلى فائدة اليوم، توكلنا على الله. عنوان فائدتنا إن شاء الله النهاردة في يوم الجمعة، اقرأ هذا الاسم 66 مرة وشاهد كيف تتغير حياتك طبعا بإذن الله للأفضل. هذه الدرة الكريمة هي من الدر النظيم في خواص القرآن العظيم. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله يا جماعة الخير مع فائدة جديدة ومختلفة تماما النهاردة. إن شاء الله هنكشف سوا عن سر عجيب هيغير حياة كل اللي هيعمل بيه للأفضل. مجرد إنك بتكرر اسم معين من أسماء الله الحسنى بعدد معين من المرات كل يوم جمعة في أي وقت من يوم الجمعة، مش مرتبط بميعاد معين يوم الجمعة بعد العصر بعد الظهر، في أي وقت من يوم الجمعة هيغير حياتك إن شاء الله، وهتحس إن حياتك اتغيرت بشكل كامل وتخرج من دائرة العكوسات والنحوسات والتعطيلات في حياتك، وتيسير بإذن الله، تيسير عمل، تيسير وظيفة، تيسير تجارة، رزق بجميع أنواعه، تيسير زواج بإذن الله، وكل ما تطلبه بإذن الله تعالى. أي حد منكم بيدور على حاجة تغير حياته للأفضل ليكون في سعادة ورضا وسكينة وسلام في حياته اليومية وبارتباط قوي مع الله ومع نفسك والمحيطين حواليك، السر بسيط وسهل عمله وعملي جدا وعمله في أي وقت من يوم الجمعة. كل اللي عليك تعمله، خصص 20 دقيقة، تلت ساعة مش أكتر، من وقتك كل يوم جمعة، وقرر الاسم العظيم الكريم 66 مرة وهتندهش بالنتيجة. والآن اكتب معي خطوات الفايدة العظيمة خطوة بخطوة. أولا إخراج صدقة، ثم صلاة ركعتين لله تعالى بنية قضاء الطلب اللي انت ضامر عليه، ثم الاستغفار، استغفر الله
العلي العظيم الحي القيوم، لظلمي وجرمي وأتوب إليه 7 مرات، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين 7 مرات، ثم تلاوة هذه الآية الكريمة الشريفة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا 7 مرات، هي آية رقم 1 سورة الفتح. ثم جاء دور الاسم العظيم وهو سلطان الأسماء بلا منازع، هو اسم الله، ولكنك بتنطق بياء النداء يا الله 66 مرة. ثم ذكر هذا الدعاء المبارك المخصص له في هذا الأمر 1 مرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك بعظمة الألوهية وبأسرار الربوبية وبعزة السرمدية وبحق ذاتك العليا المنزهة عن الكيفية والشبيهية وبحق ملائكتك أهل الصفات الجوهرية وبعرشك الذي تخشاه الأنوار بما فيه من الأسرار إلا ما قضيت حاجتي وهي كذا. هنا سمي حاجتك اللي انت ضامر عليها. عرفت ليه بكرر بقول ضروري الدعاء ما تعملش الدعاء؟ لان هو اللي فيه طلبك. الخطوات دي كلها انت عملتها، جميل جدا. طب ايه طلبك فين؟ هنا في الدعاء، تسمي حاجتك اللي انت عايزها، ثم تذكر الله 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 3 مرات، القدوس 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 3 مرات. ارفع عني حجب الظلمات وأرني بنورك ما أظهرته لعبادك أهل القلوب الطاهرات، يا من كسى قلوب العارفين بنور الألوهية فلن تستطيع الملائكة رفع رؤوسهم من سطوة الجبروتية، يا من قال في محكم كتاب العزيز وكلمات الأزلية الله نور السماوات والأرض، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. توكلوا على الله واغتنموا واعملوا بهذه الجوهرة القرآنية النفيسة، تنولوا مطالبكم بإذن الله بإذن الله. وإلى لقاء آخر للكشف والعلاج الروحاني على الواتس فقط من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا ما عدا الجمعة. وفي أمن الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.